ارحب يا بن فطيس. مع شاعرنا محمد بن فطيس المري. الله يبيكم جميعا. الله يرحمكم. الله يرحمكم. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أقبلت أشوف المقروفنات أطول مني، لكن الحين أشوف إني قدني أطول منها. أنا حاضر في موقف ما لي غياب منه، مثل ما تكلمت من عاصمة أبو ظبي برأيي ورأي الحق، وبينت وجهة نظري ووجهة نظر كل عاقل إني على الحق إن شاء الله، وإن ولا الرجال لبلاده ما هو مثل محبته لميره وكبير ربعه، لكن مثل ما مثلت ربعي وبلادي يوم تزاحمت القبائل في شارع المليون، الليلة ما أنا باللي أغيب منها. مرحبا يا يام يا صلب جدي، مرحبا يا يام يا صلب جدي، مرحبا يا يام يا صلب جدي، يا رجال جات من كل ديره. مدحكم ناموس راسي وودي، مدحكم ناموس راسي وودي، راسي مدحكم ناموس راسي وودي، وانت والتاريخ فخر ومسيرة. حقي يا رحب ولا هو تعدي، حقي يا رحب ولا هو تعدي، حقي يا رحب ولا هو تعدي، في محل دروعي جنبه ذخيرة. ربعي العجمان سيفي وحدي، ربعي العجمان سيفي وحدي، ربعي العجمان سيفي وحدي، وهم سلاطين الخيول المغيرة. ولا انا ما عصت من سلم عدي، ما حذف سيفي وجود جفيره. اذكر الله. ولا انا ما عصت من سلم عدي،
ولا انا ما عصت من سلم عدي ما حذف سيفي وجوّد جفيره مريين مري وربعي ما ردي مريين مري وربعي ما ردي مريين مردد وربعي ما ردي بالعصا نذلم سيوف شطيرة حم بني مره وسمعتنا كماهي حم بني مره وسمعتنا كماهي لا تشيل ولا تبي منا صيانه سمعت مثل الذهب فالعين باهي لمعة الجد يثبت في مكانه الفخر حق لنا هو التباهي مزبن الخايف وحن درعه ومانه جارنا لحشمه تقدير ماهي لا الكثرة ماله ولا للمكانة والخوي عن رفقته ماني بساهي يبشر بعزه ويبشر بحشمانه جارنا لحشمه تقدير ماهي لا الكثرة ماله ولا للمكانة والخوي عن رفقته ماني بساهي يبشر بعزه ويبشر بحشمانه وانطرشنا حنوه فينا يباهي يذهب لنا الشاخ من كثر خدمانه وانطرشنا حنوه فينا يباهي يذهب لنا الشاخ من كثر خدمانه خف نفس وعز للخوه ولاهي كون تقدير الخوي عن كل هانه وبنا تارد على كل لماهي ولا تصدر وين ما تار الضمانه وبنا تارد على كل لماهي ولا تصدر وين ما ترى الضمانة ومن غدا منها ولا عين وتاهي في ظلال وسومنا تلقى حصانة ومن غدا منها ولا عين وتاهي في ظلال وسومنا تلقى حصانة والخطر لا قيل فيها العشب زاهي ترزي يضعون المرة في بيانه ومن على خيل صغيرات الجماهي الوضيحي ما نصيده باختلانه انت حنحله وهو فالعش بلاهي ننذره قبل الحقانه وقبضانه هدنا كذا شوي يا ابو حمد ومن على خيل صغيرات الجماهي الوضيحي ما نصيده باختلانه انت حنحله وهو فالعش بلاهي ننذره قبل الحقانه وقبضانه وانغدى في الحرب شور آمر وناهي سعد والله عين من ربعي وزان وانغدى في الحرب شور آمر وناهي سعد والله عين من ربعي وزانه العدو نشرب دمه في كاس شاي ولا بها هو كان كبرت من كلامه العدو نشرب دمه في كاس شاهي ولا بها هو ان كان كبرت من كلامه هذه افضال وهبناها الهي وودي احدث بها خوف عصيانه رازقي وانا تنقى في المشاهي اذكر افضاله ولا انكرت شكرانه سمعتي من فضل خلاقي الظاهي سمعت سهيل اليماني والمعاني ماني أخيرهم لكن هذا اتجاهي كل أخو شمة حسبني من خوانه وسمعتي من فضل خلاقي الظاهي سمعت السيل اليماني والمعانة أسري الليل البهيم بنور جاهي واضرب بحظي صخر وشل دانه أسري الليل البهيم بنور جاهي
واضرب بحظي صخر وشلدانه والنواني فارس واثق وواهي اضربه بين احتج واسقي حصان والنواني فارس واثق وواهي اضربه بين الحجج واسقي حصانه ولقبل بخصم ما هو قدي وراهي وانهزمني الكف ومنكرت الزمان ولقبل بخصم ما هو قدي وراهي وانهزمني الكف ومنكرت الزمان ولطعن المقفي ولا مقبل وفاهي كن قده قاط بالاجلي بطانه ولمطح براسي سوى روس الدواهي واثلم السيف الصقيل بخيزره. الله 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 الله. بيض الله وجهك، تعال سلم.